مرحبا، راح اشرح عن طريقة فتح حساب بنكي عن طريق الجوال من بنك اسمه ريفولوت. هو بنك بريطاني تم انشاؤه في 2015. فكرة انشاء هذا البنك مبنية على تطوير الخدمات المصرفية، لهيك راح تشوف انه آلية عمل البنك من سرعة وخدمات عم تتطور بشكل دائم، وفي منصة لتداول العملات الرقمية واحدث اخبار سوق العملات الرقمية، وبتقدر تشتري عملات تانية مثل الدولار أو الجنيه الاسترليني أو الليرة التركية، وفي كتير عملات تانية. البنك بيعطيك free plan، خطة مجانية، يعني تفتح حساب جاري بالإضافة لبطاقة ماستر أو فيزا كارد بدون أجور شهرية. وطبعا في خطط تانية فيك تشترك فيها، وكل خطة ميزاتها عن غيرها تختلف حسب الخطة اللي أنت بتحتاجها. يعني طبعا بإمكانك تستخدم بطاقة بالصراف الآلي للسحب الكاش أو الدفع بالمحلات أو التسوق أونلاين. هلأ بنجي على تحميل التطبيق. بنروح على الجوجل بلاي أو الأب ستور، بتكتب بالبحث ريفولوت، بيطلع لك التطبيق وبتضغط على تحميل وبتنتظر ليتم التثبيت. بعد التثبيت بيفتح التطبيق هيك، رح يطلب منك رقم الهاتف ليتم التأكيد عليه، ويصير هذا الرقم مرتبط بهذا الحساب اللي عم تسويه، وفيك تغيره بالمستقبل. رح يطلب منك كمان انك تعين كلمة سر من 4 أرقام اللي رح تكون هي مفتاح دخولك لهذا التطبيق. يعني انت رح تدخل على بنكك عن طريق هال4 أرقام الكود، وبعدها راح يطلب منك ادخال الكود اللي وصلك بالاس ام اس. وهون راح تكتب اول شيء اسمك، وبعدها الكنيه، وبعدين تاريخ الميلاد اخر شيء، وكمان بتكمل معلومات العنوان والاقامه، بتحط بلد الاقامه بتختار. هون بالفيديو محدد بريطانيا، انت فيك تغيره حسب اقامتك. وبعدين بتحط كود المنطقه واسم الشارع ورقم مبنى بالأخير، وممكن يعطيك تصحيح لعنوانك. لازم تتأكد وتضغط على العنوان الصح، تكتب إيميلك، بعدين تضغط continue. وبعدها رح يكتب لك أنه تم إنشاء الحساب، وبتضغط على done. وهلأ رح يطلب منك أول ما تفتح الحساب بأنك تضيف أموال أقل شيء 10 يورو بحسابك منشان يتم تفعيل الحساب، وهي الأموال رح تكون بحسابك، يعني فيك تستخدمها ايمت ما بدك، يعني هي ما هي أجور. ورح يطلب منك كمان تأكيد الهوية. هلأ بنجي بنشرح تأكيد الهوية. بتضغط على تأكيد، تختار هون الجنسية تبعك، وإذا ما لقيتها بالخيارات تختار بلد اللي أنت مقيم فيه، ألمانيا أو فرنسا أو هولندا أو حسب البلد. وبعدها بتختار تحت نوع الوثيقة اللي بدك تعمل فيها تأكيد لحسابك. بيطلع لك خيارات شهادة سواقة أو باسبور أو هوية، هي نفسها كمان بتصير بطاقة الإقامة. بعدين بتضغط متابعة، بيطلب منك تصور الوجه الأول للهوية ويكون ظاهر بشكل واضح، وبعدها بيطلب منك تصوير الوجه الثاني للهوية، وبتضغط متابعة. بعدها هون رح يطلب منك تصور سيلفي لألك مشان يتم مطابقة صورة الشخص الموجودة على الهوية مع صورة السيلفي، وبتضغط متابعة، وخلال 10 دقائق بيرسلوا لك رد إما تم التحقق أو بيطلبوا منك تعيد تصوير صورة الهوية مثلا لأنها غير واضحة. وهلأ بنجي على طريقة إضافة الأموال. بندخل على التطبيق، بنضغط على Add Money، إضافة أموال. أنا هون مثلا عامل إضافة لبطاقتي ماستر جولد، وهلأ بنضغط على هون تغيير أو إضافة بطاقة، بعدين بنضغط هون على إضافة بطاقة،
بعدين بتكتب هون معلومات بطاقتك وبتطلع بهالطريقة هاي. بعد ما تضيفها انت رح تظهر معك بهالطريقة. انا رح اعمل مثلا اضافة 50 يورو من الماستر جولد، رح تصير عندي خلال ثواني وبدون رسوم. هلأ بنروح على طلب بطاقة الفيزا من البنك، بنضغط على كاردز البطاقات. في هون نوعين من البطاقات، نوع فيرتشوال يعني وهمي، يعني بس للاستخدام الاونلاين، يعني ما في بطاقة بلاستيكية بيبعتوا لك اياها. ونوع الثاني الفيزيكال، البطاقة العادية اللي بنعرفها، بتقدر تشتري عن طريقة اونلاين او تسحب منها بالصراف الالي. بعد ما نضغط هون اضافة بطاقة، هاي هي البلاستيكية الاولى، ونضغط كمان هون بتنشئ هون بين كود للبطاقة للصراف الالي، وبتعمل له ادخال مرة تانية للرمز، وهون بتتأكد من عنوانك وبتضغط متابعة، وبيطلع لك خيارات الشحن، في شحن مجاني وفي شحن أسرع مع رسوم، وتضغط متابعة، وخلال أسبوع أو أسبوعين لازم تكون البطاقة صارت عندك. وإذا رحت هون مكان البطاقة ضغطت هون، رح تلاقي معلومات التوصيل للبطاقة، إيمت رح توصلك البطاقة، وخيارات تعديل ميزات البطاقة أو قفل البطاقة إذا ضاعت مثلا البطاقة، بتحسن تعملها فريز تجميد يعني، او بتحسن تعمل الغاء يعني تلغي تفعيلها. اخر شيء رح احكيه بهذا الفيديو عن ميزه حلوه بهذا البنك، منصه تداول بسيطه للعملات الرقميه، لاي شخص مهتم بالعملات الرقميه بيقدر يجرب او يشتري كادخار طويل الامد، رح يكون مناسب لهيك منصه. يعني البرنامج بشكل عام عم يتم تطويره بشكل دائم، فحاليا البنك ما بيعطيك عنوان محفظه الكترونيه، لكن ممكن بالمستقبل تتوفر هيك ميزة. بتدخل على التطبيق، بتضغط هون على كريبتو، تفتح لك المنصة، وهون تحت رح تلاقي تحليلات، مثلا أكثر العملات اللي تم تداولها اليوم أو تم تغيير سعرها اليوم، وتحت أخبار العملات بشكل عام، العملات الرقمية، وبتضغط هون رح تلاقي العملات والأسعار بشكل لحظي. تضغط هون لتشوف كل العملات الموجودة. كمان حاليا متوفر هالعملات الموجودة هون، مثل ما قلنا انه بيطوروا المنصة بشكل دائم، فبتزداد احيانا العملات هون اكثر. مثلا بعملة الكاردانو اذا بنضغط عليها رح يطلع لي معلومات عنها، مثل السعر وتقلبات السعر خلال السنة الاخيرة. اذا بدي اشتري من هاي العملة بضغط على باي شراء، رح يطلع لي هيك. هون رح يشرح لي انه رح يشتري عن طريق اليورو، يعني اتجاه هذا السهم صغير بيحدد لك انك رح تحول من يورو الى كاردانو. مثلا رح اشتري 5 كاردانو، بكتب هون 5، فورا بيظهر لي تحت كم يورو رح ادفع سعرهم، بالاضافة للاجور 16 سنت، طبعا الاجور متغيرة على حسب الكمية. هلا بضغط على شراء وبيطلع لي تفاصيل الطلبية، وبضغط على تأكيد، وبنرجع على المحفظة رح نشوف انه موجود هون 5 كاردانو، وبيكتب لي فوق قيمة العملات اللي عندي باليورو. بتمنى انه يكون الشرح بسيط وكافي لتقدر تفتح حساب على ريفولوت. اذا استفدت من المعلومات لا تنسى تضغط لايك وتعمل اشتراك بالقناة ليطلع لك كل جديد في القناة. وأي حدا عنده استفسار أو سؤال عن البنك يكتب بالتعليقات مشان أعمل شرح أكثر عن التطبيق. سلام.